استطاعت الشابة فاطمة حسن من ناحية الإسكندرية شمال محافظة بابل، والتي تبلغ من العمر 26 عاما والحاصلة على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة بابل، من الدخول ضمن قائمة 100 امرأة تقنية تستحق المشاهدة حول العالم لعام 2023، والتي اختيرت من قبل منظمة ويمن هو كود الأمريكية. طورت حالي بهذا المجال، دربت نفسي أكثر من مرة، شفت أدخل تدريبات، يعني ما عفت المجال، تخرجت وقعدت، لا بقيت مستمرة أشتغل وأطور حالي. اختصيت بالقطاع الخاص، يعني ما اشتغلت قطاع حكومي. حتى آخر فترة اشتغلت 2019 مبادرة مليون مبرمج عربي كمدربة حالي حال بقية المدربين بالوطن العربي. طبعا كنا احنا هواي بالعراق مو بس اني. 2022 كرمتنا منظمة ريكودد وجي اي زد، اختاروا اعلى 5 نساء بالعراق، اني ويا 4 زميلات. كرمونا انه احنا اعلى نساء ممكن يكون ايدول او كمثال للمرأة بمجال التكنولوجيا. هذه المبادرة جاءت ضمن برنامج رفع مستوى القادة المتنوعين في مجال التكنولوجيا من خلال التعرف على ابتكاراتهم التقنية، حيث استطاعت هذه الشخصيات تحقيق التميز وابتكروا الصناعة وأظهروا الريادة بحسب وصف المنظمة الأمريكية. Women Who Code هي منظمة دولية خاصة بتمكين النساء مجال التكنولوجيا. فمن وصلني الإيميل صراحة ما أخذت الموضوع بجدية، يعني غلست عليه. قبل أيام وصلني الإيميل من عندهم، توقعت وهمي، لأن 100 امرأة بالعالم ويختارون واحدة عراقية، وتقريبا احنا الوطن العربي لو 3 لو أقل. فما صدقت الخبر، بعدين من شفته بصفحاتهم الرسمية وشفته بالموقع الرسمي، من ندخل الموقع المنظمة نشوف صور الأجنبيات وأنا واحدة من عندهم، يلا صدقت بالخبر. وفرحة إلها وفرحة مجتمعنا والبلدنا، لأن بصراحة مجتمعنا يحتاج هيك، يعني هيك فرحة، هيك شباب حلوين يبدعون بهذا بأي مجال. فكانت فرحة كل شيء كبيرة ما تنوصف، بالإضافة لأهلها والخواتها وإخوانها والأصدقائها، وخاصة هنا يعني منطقتنا الإسكندرية محافظة بابل. بنت الإسكندرية، بنت بابل، هي إحدى أفضل 100 امرأة في عالم البرمجة، فهذا إنجاز عظيم لهذا المنطقة وللعراق جميعا. شابة عمر 26 حققت إنجاز قوي. وتعمل فاطمة حسن جاهدة لترك أثر إيجابي في المجتمع، وتطمح أن يكون اسمها مستقبلا لا يختلف عن أهمية المعمارية العراقية الراحلة زها حديد. واختيرت فاطمة أيضا للعمل كمدربة ضمن مبادرة مليون مبرمج عربي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروس تي في.